محافظة الطفيلة، عمري 33 سنة، دارس هندسة ميكانيك، مهتم في الشؤون البيئية. أنا صاحب فكرة مشروع أرفيد. هذا المشروع بيعمل على تربية ذبابة الجندي الأسود. أنا بلشت في مشروعي في ذبابتين. هسه حاليا عندي ملايين الذباب وبسعى اصل لرقم مليار ذبابي، وانا يعني اتوقع اني ان شاء الله راح اكون اقتربت من هذا الرقم. الفكرة تبعت المشروع نشأت من خلال الدراسة البحثية اللي قمنا بها. بعد ذلك جبنا ذباب الجندي الأسود من مناطق إفريقيا لأنه هو بعيش في هذه المناطق. الأمر الآخر بعدها قمنا بعملية التكاثر لهذا الذباب حتى أصبح عندنا الآن كمية هائلة جدا من ذبابة الجندي الأسود. طبعاً ما بتعيش في منطقتنا في الأردن بسبب الظروف البيئية المناسبة إلها مثل درجة الحرارة والرطوبة. بلشت أنا وشخص معي على عملية بحث عن هذه الذبابة. فيما بعد تأهلنا لمشروع هاكاثون هدر الطعام في الأردن وفزنا في هذا المشروع. تم تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع، وصراحة يعني قدرنا نعمل على أنه هذه الذبابة تعيش في الأردن. عملنا لها الظروف البيئية درجة الحرارة والرطوبة. بعد ما يتم التزاوج من الذباب مثل ما حكينا قبل، تفقيس البويضات بنتج عنه اللي هو الدود. هذا الدود بيعمل على شغلتين. الشغلة الأولى أن هذا الدود بعد ما يتغذى على بقايا الطعام يتم تجفيفه وتحويله إلى بديل لإعلاف الحيوانات بسبب نسبة البروتين العالية التي تصل من 40 إلى 50% داخله. الأمر الآخر أن مخلفات هذا الدود من بقايا الطعام تعتبر هي سماد عضوي يسمى الاسم العلمي له سماد فراس، وهو يحتوي على أيضا عناصر مهمة مثل MBK، ويحتوي على مادة الكوتوزين التي تعتبر طاردة للحشرات. المرحلة الحالية احنا ان شاء الله راح نبيع خلال الايام القادمة اول منتج في الاردن لا بديل لاعلاف الحيوانات، وبنسعى من خلال هذا المشروع انه نجعل من الاردن مركز للبروتين على مستوى الاقليم. وجدت انه في كمان اني بقدر احول هذا المشكلة الى حل مستدام، أني أجعل من الأردن مركزاً للبروتين.